كوريا الشمالية تعلن تفشي مرض جديد، استنشاق الهواء الملوث أخطر من السجائر والكحول والإرهاب، ونجاح باهر لتجربة القضاء على الخلايا السرطانية بالضوء. المزيد في العربية صحة، فأهلا بكم. تحدثت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية هذا الأسبوع عن تفشي معوي حاد جديد في البلاد وعن إصابة 1600 شخص على الأقل بهذا المرض، وذكرت أنه سيتم تزويد الأدوية على أكثر من 800 أسرة تعاني من هذا الوباء الخطير الذي انتشر في أجزاء من منطقة هوانغهاي الجنوبية. وأثارت هذه المعلومات تكهنات بأن هذا المرض غير المحدد، يمكن أن يكون الكوليرا أو التيفويد. حذر تقرير حديث صدر عن معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاغو من استنشاق الهواء الملوث قائلاً أنه يقلل متوسط العمر المتوقع العالمي بأكثر من عامين، ثم يزيد خطورته على الحياة مقارنة بتدخين السجائر أو شرب الكحول أو صداع الإرهاب. ويمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والشرايين وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. نجح العلماء في تطوير علاج ثوري للسرطان يضيء ويقضي على الخلايا السرطانية في اختراق قد يمكن الجراحين من استهداف المرض بشكل أكثر فعالية والقضاء عليه وفقاً لصحيفة الغارديان. يعتقد الخبراء أنه من المقرر أن يصبح خامس علاج رئيسي للسرطان في العالم بعد الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي. يجبر العلاج المفعل بالضوء الخلايا السرطانية على التوهج في الظلام، مما يساعد الجراحين على إزالة المزيد من الأورام مقارنة بالتقنيات الحالية. اكتشفت دراسة جديدة أن التفاؤل ربما يكون بنفس أهمية ممارسة التمارين الرياضية عندما يتعلق الأمر بالمساعدة على تجاوز سن 90 عاماً. وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون من جامعة ميشيغان عن ارتباط التفاؤل بزيادة قدرها 5.4% في متوسط العمر. بمعنى آخر، يمكن أن يضيف الحفاظ على نظرة إيجابية في الحياة حوالي 4.4 سنة إضافية لعمر الإنسان في المتوسط. فالدلائل المتزايدة تشير إلى أن العوامل النفسية الإيجابية مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض والوفيات.